حنا كنتواجدوا اليوم
بملعب القرب التابع لمقاطعة الحي المحمدي اللي هو فيه واحد النشاط متميز اللي كيصادف الذكرى ديال عيد الاستقلال المجيد اللي كنحتفلوا به كنا كمغاربة واللي هو كنعتبروه عيد اللي ديال التضامن اللي كانوا فيه تضامن ما بين جميع المغاربة اللي الحمد لله كان فيه الاستقلال اللي ضحوا فيه مجموعة الناس وعلى رأسهم المغفور له محمد الملك الراحل محمد الخامس طيب الله تراه، واللي اليوم المقاطعة محتفلة بواحد دوري، هذا الدوري ديال كرة القدم ما بين لاعبين ديال رجال الأمن الوطني وموظفي وأعضاء ديال مجلس مقاطعة الحي محمد، علما بأن هذا ماشي هو النشاط الوحيد، كاين مجموعة الأنشطة اللي غدار. اليوم عندنا بمركز الموحدين نشاط متميز ديال مجموعة تكادة، وكذلك عندنا اليوم السبت عملية ديال التبرع بالدم بتنسيق مع مديرية تحقن الدم، لأن كنعتبروا بأن هذا نداء لجميع المغاربة وخاصة أبناء الحي المحمدي باش يحجوا بكثافة ليساهموا في هذه العملية اللي هي عملية تضامنية. أعتقد بأن كنا اليوم جدين لإنجاح هذا البرنامج الحافل، كنعتبروا بأنه هو انطلاقة ديال العمل ديال مجلس مقاطعة الحي المحمدي اللي غيكونوا إن شاء الله مجموعة البرامج اللي غتكون بشراكة مع المجتمع المدني. شكون واش تكون واحد الاستمرارية في هذا العمل؟ فهمتي في هذا الجيل ديال كنشوف أنه كان على قدم وساق، يعني فهمتيني ضربات متتالية فيما يخص يعني خصوصا في هذا الاحتواء في البرامج التأهيلية وكذا إلى آخره، واش تكون واحد الاستمرارية؟ أكيد دابا حنا مجندين. أولا أنا من 2003 وأنا مستشار جامعي، إذا عارف المشاكل وخبايا ديال المقاطعة وديال المنطقة الخصوصيات ديالها، وثاني اشنو هما لي بوين فيبل لي بوين فور ديال المنطقة. أكيد أنا حنا غاديين بواحد الوتيرة الحمد لله، كاين لقينا واحد الأرضية، كاين لأن ما كاينش واحد القضية، كاين المجلس كان كيقدم خدمات المجلس السابق. اليوم حنا غنستمروا في ذوك الأوراس اللي منطلقة، الأوراس اللي كاينة متعطرة راه حنا خدامين عليها باش ان شاء الله تشوف النور، واكيد بان الحمد لله الحي المحمدي غيكون في واحد الحله جديده لا في جميع لا في الجانب الاقتصادي ولا الجانب الاجتماعي، وحنا غنديروا ايد الله وغنشاركوا المجتمع المدني معنا في جميع البرامج. هذا نداء لجميع الجمعيات الجاده اللي عندها برامج ومشاريع تقدمها باش نهيئوا مشاريع لسنه 2022. اكيد حنا ما غنوقفوش، غنشتغلوا لخدمة هاد الساكنة. أكيد فكرتوش يعني في شي برنامج يعني استثمار العنصر البشري في الحي المحمدي؟ أنا كنشوف كاين غياب ديال هاد النوع من المجتمع المدني، ما كاينش. خاصنا أولا كان عندي لقاء مع الإخوان ديال 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 المجتمع المدني، أول لقاء اللي كنت درته مع الجمعيات اللي حضروا واحد تقريبا ما يزيد 400 جمعية، وتواصلنا وقلنا بأن طلبت منهم باش يخلقوا واحد المجلس محلي خاص بالمجتمع المدني اللي غيكون هو المخاطب، على اساس يكون فيه جميع المكونات ديال الفئات الاجتماعيه الرياضيه الثقافيه التعاونيات، وعلى ضوء نشتغلوا نديروا برنامج. اولا حنا شركاء مع الجمعيات المجتمع المدني، اكيد خصنا حنا نشتغلوا باش نديروا لهم واحد لي فورماسيون تكوين، كاين نقص شويه في التكوين في المجال التدبير المالي، التدبير ديال الاداري، التدبير ديال كيفاش نهيئوا بعض المشاريع. يعني اليوم حنا راه بغينا نتعاقدوا، ما غنتعاقدوش كمنح، غنتعاقدوا بمشاريع اللي غتكون عندها واحد لامباكت على الساكنه، حيت حنا ما مستعدينش نعطيو واحد الميزانيه لبعض الجمعيات وربما ما غتشوفش النور. حنا بغينا اتفاقية اللي غتكون عندنا معها عن طريق مشاريع اللي غتكون عندها انعكاسات على ساكنه الحي محمد. الحمد لله كاين مجتمع مدني جاد وكاين جمعيات سامحهم الله الناس اللي كيبقاو يدوروا ديال الاسترزاق وحنا اللي كنحاربهم، وانا فرحان اليوم اليوم اللي كنشوف هذا الملعب اللي مني بدا هذا المجلس، هو ملعب اللي هو بالمجان مخصص ليه بالمجان، لان هذا مشروع داخل في اطار المبادره وللجمعيه اللي خدت على العاتق ديالها يكون الاستفاده ديالهم مجانا، وهذه مبادره كنطلب من جميع الجمعيات اللي عندها ملاعب القرب دير هذه المجانيه، لان هذا ورش ملكي ديال سيدنا جاء على اساس الشباب ينخرط ما يبقاش يلعب في ازقه يجي يستافد من هذه الملاعب. وانا اكيد بان بغيت من هذا المنبر من هذه الجمعيه ينطلقوا جمعيات اخرين اطار المجانيه.